انا ابني ده جبان، انا ابني ده ضعيف، انا ابني ده خواف. كل الكلام ده بنسمعه من ولي الامر. حاول على قد ما تقدر ما تتكلمش الكلام السلبي ده قدام الاطفال او مع الكابتن خالص، مرفوض تماما ان احنا نسمعه. ففي الوقت ده ان احنا المفروض ناخد مدرب لوحده ونكلم ونفهمه عن الموضوع ده عشان نشوف حل المشكله دي. نتكلم مع المدرب بيني وبينه، ما ينفعش اتكلم خالص قدام الطفل. قدام الطفل ما ينفعش ان انا اتكلم واقول ان الطفل فيه كذا وفيه كذا. اخد المدرب على جنب واكلمه بيني وبينه عشان نوصل حل المشكله دي، واجي قدام الطفل اكلمه وافهمه اقول له انت شاطر جدا، انت كنت شاطر قوي النهارده، الكابتن مبسوط منك، زي ما انا بعمل بالظبط بره التمرين. بمسك الطفل واقول له انت كان بابا مبسوط منك قوي النهارده، انت كانت ماما مبسوطه منك جدا، وانت كنت شاطر قوي. الكلام ده بيغير ملامح الطفل 180 درجه، بيتبسط قوي من اللي انا بقوله له، حقيقي بيأدي المهاره زي ما انا عايزها واحسن كمان. ليه؟ لان انت بتعزز الطفل للكلام ده، فبيتبسط وروحه المعنويه بتزيد وحماسه بيزيد كمان، وبيكون عايز يجي التمرين بتاعه ويتمرن ويتبسط، وبسطنا كلنا معاه. اتكلم مع طفلك دايما بالايجابيات مش بالسلبيات نهائي، ودايما اعزز طفلك عشان تلاقيه بطل بجد. شكرا لكم، كابتن ادريس.